نظن فيها عدة أسماء، ولكن الناخب البريطاني أيضا كان صريح، تكلم على خيارات فنية. كل الأسئلة التي طرحت بخصوص بعض اللاعبين اللي كانوا غايبين على شكلة بشير باللومي، رفيق قيطان مثلا، تكلموا أيضا على لاعبين بين قوسين الكوادر على شركة رياض محرز. كل لاعب عنده شيبي، أيضا فارس شيبي، نظن كل حالة عندها تختلف من حالة أخرى. اللاعبين هادو كانت تبريرات على شكلة شيبي، قال الناخب البريطاني أنه خيار بين قوسين فني. تكلم ايضا على بليلي اللي كان صريح وصريح جدا، الناخب البريطاني قال بلي لاعب متميز، ولكن الانضباط عامل مهم خذها بعين الاعتبار، وهذه نقطه نركزوا عليها. اما بقيه لاعبين ظن دخلوا في تنافس، من غير المعقول انك تستدعي اكثر من 25 لاعب، حتى كان مفترض 23 لاعب، ولكن بما انها تزامنت مع شهر جوان وممكن يكونوا اصابات فضل 25، ظن هي خيارات فنيه ترتكز اكثر على بدايه عمل مع مجموعه جديده، وما حبش يكونوا لاعبين جدد ممكن هيأثر على انسجام الفريق. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.